بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزوف لون، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم جيتكم بواحد الفيديو، ما فيديو غير باش نشرح فيه سبب عقاب اليوتيوب للقناة تاعي. أنا كنت توقفت على نشر الفيديوهات لمدة 7 أشهر، وفي قانون انه الواحد يعني الواحد لما تكون عنده قناة يوتيوب ويتوقف على نشر الفيديوهات لمدة اظن 6 أشهر، اليوتيوب يوقف اذا كانت القناة طبعا متفعلة. انا قناتي كانت متفعلة، يوقف فيها الاعلانات ويوقف كذلك الارباح. فلهذا السبب القناة تاعي في يعني في هذه المدة هذه يعني اليوتيوب وقف لي فيها الإعلانات، وراه يعني هذا قانون وانا صراحة ما كنتش نعرفه. ونظن انه كاين بزاف قنوات، خاصة القنوات الجديدة يعني المبتدئة اللي ما عندهاش يعني دراية بهذه الاشياء، يعني لازم الواحد يطالع ويشوف المهم القوانين تاع اليوتيوب. المهم انا ما كنتش نعرف انه في لازم توصلي يعني توقف على العمل لمدة 6 شهور يكون فيه يعني مثل هذا القانون. واليوتيوب حاليا راهو يعني طالب مني اني نعاود نشتغل على 4000 ساعة، يعني الشرط اللي كنت انا يعني وفيته في قناتي 1000 مشترك زائد 4000 ساعة. القناة تاعي الحمد لله كانت يعني انا اشتغلت عليها يعني كاع القنوات اللي يعني عندهم قنوات يوتيوب كلهم يعرفوا انه هذا الشيء يعني عمل متعب متعب جدا، انك تلحقي 4000 ساعة. هما ما طلبوش مني يعني عدد المشتركين الحمد لله، يعني شيء واضح، لكن ساعات لازم نعاود نشتغل على 4000 ساعة او 10 ملايين مشاهدة فيديوهات الشورت. يعني في يعني في شرطين، يا اما نخدم على 4000 ساعة ويا اما 10 ملايين مشاهدة فيديوهات الشورت، يعني الفيديوهات القصيرة. صراحة يعني هذا كانت لي صدمة بكل صراحة، انه تخيلي انك اشتغلتي على القناة تاعك وتعبتي عليها ووصلتي للشروط، ويعني الحمد لله الانسان خلاص يقول الحمد لله لحقت والقناة راهي تمشي والحمد لله. وبعد التوقف يعني كل واحد ذو الظروف تاعو، كل واحد اكيد انه الواحد لما يتوقف عنده ظروف خاصة به، وهذا يعني كل واحد يكون ما يعرفش يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. يعني انا كنت غافلة انه لمدة 6 أشهر إذا كان ما حطيتيش فيديوهات اليوتيوب يعاود يرجعك إلى نقطة البداية. المهم والمشكل أنه إذا كان يعني القناة راهي مستمرة في عدم نشر الفيديوهات، اليوتيوب يستمر في تنزيل عدد ساعات. يعني أنا اليوتيوب يوم انه اليوم بعث لي الميل كان عندي عدد ساعات. المهم راح نوري لكم كم كان عندي عدد ساعات وكم راهي دوك، يعني الساعات راهي تواصل راهي تهبط يعني تنزل. هذا لعدم لحد الان مازال ما حطيتش فيديوهات، انا كنت حطيت فقط فيديوهات الشورت واللي يعني العدد تاعو طلع، لكن عدد الساعات راه ينزل راه يستمر في النزول. فلهذا انا فقط هذه حبيت ندير فيديو باش فقط للناس اللي ما لاصحاب القنوات يوتيوب اللي ماشي عارفين بهذا الموضوع، المهم تكون عندهم درايه بهذا الشيء وما يغلطوش الغلطه اللي غلطتها انايا. لانه بكل صراحه هذا الشيء راه زاد فشلني،
كما نعرفوا انه اليوتيوب راه باش تطلعي قناه وتخدميها وتعبي، المهم راه شيء صعب خاصه عدد القنوات اليوتيوب راهي دوك كبيره وكثيره، والمنافسه راهي كبيره وكثيره كذلك، انه باش الواحد يلحق لازم يتعب. وانا انا الصراحه يعني صراحه غادني التعب تاعي، لكن معليش الحمد لله، هذا ماهيش حاجة يعني، مش ماهيش كارثة يعني، الحمد لله على كل حال. إلا على الإنسان يعاود يخدم وإن شاء الله يلحق. المهم نتمنى، نطلب من كل طلب صغير فقط، كل المشتركين في القناة تاعي ولا غير مشتركين يعني يعاونوني ويساندوني حتى نقدر نلحق باش نعاود نرجع القناة تاعي ل4000 ساعة، لانه اذا كان العدد الساعات يواصل في النزول فهذا راح يكون فيه ضرر كبير بالقناة، انا نعتبره هذا عقاب شديد. المهم نتمنى لكم كامل التوفيق، كل واحد بولها ولا واحدة عندها قناة يوتيوب كل التوفيق، والتوفيق طبعا يجي بالعمل المستمر. نشكركم ونقول لكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير، المشتركين قدام وجدت، وربي يوفق كل واحد ان شاء الله. ونتمنى لكم رمضان كريم، رمضان راه على الابواب، اللهم بلغنا رمضان الى فاقدين ولا مفقودين، ان شاء الله تصوموا كامل بالصحه والهنا. ونقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.